اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في استديو الاخباريه، معي انا عزام لبيد، واولى المحطات هي اخبار البلد. أربعين ألف طالب وطالبة على طاولة امتحانات جامعة الإمام اليوم، هذا هو عنواننا الأول مشاهدين الأعزاء. ومعي للتعليق عليه الدكتور عبد الله السيف، وكيل عمادة للتعليم عن بعد بالداخل في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، حياك الله دكتور. يا مرحبا، يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مساء الخير لك والأخوان والأخوات المستمعين والمشاهدين، حياك الله. نتكلم في البداية عن هذا الفصل الصيفي للطلاب والطالبات دكتور عبدالله، لو تطلعنا عليه، وخاصة نحن يعني وصلنا إلى النهاية ولكن برضو ودنا ناخذ بعض المعلومات منك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر لقناتنا العزيزة قناة الإخبارية إتاحة هذه الفرصة لتسليط الضوء على جهد تقوم به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في هذا الفصل الصيفي، ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد. الفصل الصيفي كما هو معلوم هو فصل يعني في نهاية العام الجامعي، يستطيع الطالب من خلال تحسين أوضاعه الأكاديمية التي قد يكون تعثر فيها من خلال الفصلين الأول أو الثاني. حرصت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الطلاب للالتحاق ببرامج البرامج التخصصية العلمية التي تقدمها في هذا الفصل، حيث تشمل التخصصات العلمية تخصص الشريعة واللغة العربية وأصول الدين والاقتصاد وإدارة الأعمال والأنظمة والمحاسبة والدعوة. بلغ عدد الطلاب المسجلين بحمد الله عز وجل أكثر من 40,000 طالب وطالبة على مستوى مناطق ومحافظات ومراكز المملكة. العمادة تخدمهم بكل فخر وتجعل خدمة هؤلاء الطلاب شرف لها على جميع مستوى قطاعاتها، بدءا بسعادة العميد عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد. نعم جميل دكتور عبد الله، في بعض الخدمات تقدمها العمادة لطلاب الحد الجنوبي، لو تحدثنا عن هذه الخدمات المقدمة لهم. بالنسبة للعمادة، الشرائح الطلاب المسجلون في التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد هم الطلاب العاديون، وكذلك لدينا فئات خاصة توليهم العمادة عناية خاصة، مثل الطلاب المشاركون في من منسوبي القوات المسلحة في الحد الجنوبي، عندنا طلاب مراكز السجون وزلاء السجون، وعندنا أيضا طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. حرصت العمادة على أن تيسر لطلاب المشاركين في الحد الجنوبي مراكز قريبة من تواجدهم، سواء كان في قطاع جازان أو في قطاع نجران، تسهيلا لهم وإن شاء الله من باب تسهيل أمورهم الأكاديمية، حتى يستطيعوا أداء الاختبارات وتقديم الجهد الذي يبذلونه في الجانب العملي. جميل. بالمناسبة عندنا تقريبا حدود 1500 طالب يشاركون في الحد الجنوبي، وهم أيضا شرف وفخر لجامعة الإمام أن يكونوا من ضمن طلابها، والحمد لله. نعم جيد دكتور عبد الله، كذلك في مبادرة عندكم أطلقتوها بعنوان أو باسم نحن معك، لو تطلعنا كذلك يعني عن هذه المبادرة. بالمناسبة لا أقولها فخرا، لكن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد صاحبة مبادرات كثيرة جدا، والحمد لله نقدم للطلاب أكثر من 56 خدمة مباشرة. يستطيع الطالب إلكترونيا أن يتواصل مع العمادة منذ بدء تسجيله إلى تخرجه عن طريق التواصل الإلكتروني بخدمات متقدمة وسريعة جدا. بادرة نحن معك انطلقت وفق رؤية عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وهذا تقريبا الفصل الرابع أو الخامس لها. هي باختصار تعطي أن يعني تعرف بأن الطلاب شرائح متعددة، وقد يصادف الطالب مشكلة أثناء ذهابه إلى قاعة الاختبار إلى مركز الاختبار أو أثناء تأديته للاختبار، فنحن نقدم خدمة بأن الطالب يقوم فقط بتسجيل مقطع صوتي لا يتجاوز 120 ثانية يشرح فيها المشكلة التي تواجهه. عندنا فريق مختص مباشرة يتم حل هذه المشكلة بدون مبالغة، لا يتجاوز حل المشكلة 20 دقيقة بإذن الله عز وجل.
هذه المبادرة انطلاقا من توجيهات معالي مدير الجامعة في أن نقدم خدمات متكاملة ورائدة ونذلل جميع الصعوبات لجميع الطلاب والطالبة. بحمد الله عز وجل نحن لا نصل إلى 20 دقيقة، قبل 20 دقيقة لكن نجعلها من باب الاحتياط، متمنين إن شاء الله تعالى ألا يواجه جميع الطلاب والطالبات ألا يواجهون أي مشكلة أثناء تأديتهم لاختباراتهم في هذا الفصل والفصول القادمة إن شاء الله. جميل، نتمنى لهم التوفيق وكذلك نتمنى لكم أنتم التوفيق دكتور عبد الله. شكراً جزيلاً ويعطيك العافية على المشاركة. مشاهدينا، العنوان الثاني معنا لهذا اليوم هو عن مهرجان تمور القصيم. المختبرات الميدانية تستبعد أطنان من التمور لعدة أسباب. خلونا نسمع هذه الأسباب ونسمع الحقيقة من الأستاذ يوسف الدخيل المشرف العام على المهرجان. أستاذ يوسف مساء الخير. السلام عليكم. حياك الله. الله حييكم. أستاذ يوسف، اطلعت على الصور، اطلعت على الأحداث، اطلعت على اللي صاير الآن في مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا، الكلام اللي صاير، وسوم انتشرت وهاشتاقات انتشرت في موقع تويتر تحديدا يتكلمون عن أن هناك العديد والأطنان من التمور الملوثة عندكم في المهرجان. بودنا نسمع القصة من جانبك أنت قبل أن نتكلم بالتفصيل أكثر. أولا السلام عليكم، ونرحب بك بالأخوة المشاهدين والمشاهدات، وسعيد حقيقة بتواصلكم وحرصكم، الله يوفقكم. الله طبعا انت تعرف الهاشتاجات وهذول كلها تبالغ بدون ما انه يكون عندها اي مستند. يا اخي فاضل، اللي يدخل بسوق عنيزة يعني يوميا يمكن حوالي 4000 عربة تمر تحمل بالتمور. اللي يكتشف منها ال4000 هذه حوالي 5 عربات، ها يثبت ان هذه العربات فيها تلوث لاسباب عده، ربما المزارع يعني استخدم المبيد بشكل خاطئ او استخدم المبيد في محصول اخر وانتقل الى النخيل، يعني يومين ثلاثه ويختفي مفعول المبيد، فممكن انه هو يجيب منتج لسوق عنيزة. ولكن عنيزة فيها عمليه فلترة، يعني فلترة شديدة ما فيها، يعني وهذه تحسب لهم، تحسب لإدارة السوق، تحسب لبلدية عنيزة الحقيقة حرصها التام على الصحة والبيئة، وحقيقة يعني العاملين بالمختبر يبذلون جهود كبيرة في أنهم يكشفون عن هذه المنتجات. ولكن كميتها، والله كميتها جدا ضئيلة ولا يعني تحمل يعني استاذ يوسف معلش على هذه المقاطعه استاذ يوسف، ولكن في صور كثير انتشرت لاكثر من 5 عربات من اصل 4000، كيف تفسر الصور هذه؟ انا بس ودي انا لاحظ هنا يعني استاذ يوسف، انا بس ابغاك تفهمني قبل لا تجاوب، انا لا اهاجم ولكن فقط احنا نبغى نستوعب اكثر، لانه فعلا في صور انا شاهدتها بنفسي، فودنا ترد على هذه النقطه كذلك. انا الله يعافيك، أنا 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 كنت في السوق مرة وصار في 10 عربات ما سوى مسكت، لكن تيجي في اليوم الثاني ما تلقى ولا عربة. فإحنا نتكلم يعني كمتوسط للسوق، متوسط يومي، ما نتكلم يعني في بعض الأحيان تجي مثلا يصير 15 عربة، لكن اليوم الثاني ما تلقى ولا عربة. فإحنا نتكلم على متوسط، لكن ال10 عربات هذه كلها كانت لمزارع واحد، إذا خلل في مزرعة واحدة وليس في عدة مزارع، وهذه ميزة يعني هذا يعني إنه المنتجات في غالبها أو خلنا نقول 99.9 أنها منتجات سليمة، لكن إنه لا، مع إنه المختبر بعنيزة يعني يفحص بشكل دقيق يعني، لكن الحمد لله الأمور كلها سليمة وماشية يعني على الوجه الأكمل. جيد. ولكن هي عملية تناقل الأخبار هذه، لأنه الناس ما تتناقل أنه دخلت أنه تم تحميل 4000 عربة، لكن يتنقلون أنه تم ضبط 5 عربات 6 عربات، وهذه حقيقة، وهذه حقيقة تبدأ من عندنا إحنا ننقل للإعلام أنه تم ضبط الكمية ذي، والإعلام يبدأ يعني يصورها بوسائل التواصل الاجتماعي في كل مكان، وبعدين يبدا الناس يغيرون يحطونه يقولك انه الكميات ضخمه لا هي 4 عربات 5 عربات 10 عربات بحد اقصى، هذه اللي تم ضبطه. من المسؤول استاذ يوسف عن فحص العربات قبل دخولها للمهرجان؟ ها، من المسؤول عن فحص ما في العربات قبل دخولها للمهرجان؟
إدارة المختبر. وهنا هذه نقطة حقيقة أنا أحب أوضحها، إنه عنيزة أنشأت هذا المختبر عام 1427 هجري، وافتتحه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعب بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم. المختبر افتتح عام 1427 بالتعاون ما بين بلدية عنيزة وجمعية التعاونية الزراعية بعنيزة. أنشأ المختبر وكان القصد منه فحص المنتجات اللي تبي تتعامل مع الصالة الصحية. كانت في صالة صحية أنشأتها البلدية بالتعاون مع الجمعية، وكانت المنتجات تفحص وتدخل الصالة الصحية. بعد كذا وزارة الشؤون البلدية والقروية لما شافت النجاح اللي صاير على المختبر بعنيزة، طلبوا من العاملين في هذا المختبر إنشاء مختبر في تبوك وفي بريدة وبالرياض وعدد من دول المملكة. والآن الحمد لله المختبرات هذه كلها الآن تعمل وخرجت من هذا المختبر اللي والله الحمد عنيزة كانت هي السباقة فيه. ولكن الآن يعني الفعالية اللي يعمل فيها مختبر عنيزة فعالية جدا رائعة، ليس فقط لفحص التمور، فحص جميع المنتجات الزراعية. تيجي للمختبر بعنيزة عندهم سجل لكل المزارع اللي تتعامل مع سوق، وعندهم سجل شرف للمزارع اللي فعلا تطبق القواعد السليمة للتعامل مع المبيدات. يعني هذه كلها اجتهادات حقيقة تشكر عليها البلدية ويشكر عليها إدارة المختبر على هذا التفاعل الكبير. ويا ليتكم حقيقة استاذ يوسف، اجتهادات من قبل البلدية؟ البلدية وإدارة المختبر طبعا البلدية. إذا قلنا كلمة اجتهادات فهذا لا يعني أنهم واجبهم، هذا واجبهم استاذ يوسف ولا لا؟ لا شوف إلا شوف خليني أقولك حاجة. أنت العمل أنت تقوم به إما على الوجه المطلوب ولا على أكمل وجه، فهم يقومون بالعمل على أكمل وجه. يا أخي بلدية عنيزة الله يوفقك هي الوحيدة على مستوى المملكة اللي أنشأت ممشى يوافق الممشى اللي يطبق في أفضل الملاعب من ناحية صحة المشي. يعني هذه تشد لبلدية عنيزة، يعني يجب أن احنا نشيد باللي يعمل على 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 عمله بإخلاص وأمانة وحب لهذا الوطن بصراحة. طيب أستاذ يوسف أنا أشكرك الشكر الجزيل على المشاركة معنا اليوم، وكذلك يعني الله يقويكم على ضبط من لا يخاف الله عز وجل في من يحب التمر، وكلنا نحب، فبالتالي الله يقويكم. مشاهدين العنوان الثالث معنا والأخير في فقرة أخبار البلد لهذا اليوم هو نائب الملك يتكفل بعلاج عبد الله المانعي، ومعي والد أخونا عبد الله المانعي للحديث أكثر عن هذا العنوان. حياك الله. أهلا وسهلا أخوي سليمان. يعني بداية وش حالة الابن؟ طبعا في بادئ الأمر لتعطيني فرصة أحب أشكر ولي العهد صاحب السمو الملكي أمير الإنسانية أمير القلوب محمد بن سلمان بن عبد العزيز على هذا التجاوب الأكثر من رائع والطيب، تجاوب الأب لابنه. بالنسبة لابني يعاني من مرض ما يسمى بالهيرش برينج، وهو استئصال أجزاء كبيرة من الأمعاء والقولون. والحمد لله الآن بالمستشفى من 6 سنوات وفي مستشفى الحرس الوطني. وكذلك الشكر موصول لإخواننا في مستشفى الحرس، الصراحة ما قصروا 6 سنوات السابقة في علاج عبد الله، في مراعاة ابني عبد الله. عبد الله كان يحتاج جهد كبير جدا جدا، ما قصروا الإخوان الصف الطبي أطباء فنيين ما قصر في مستشفى الحرس مع ابني عبد الله. والحمد لله بعد الموافقة العلاج برا الآن يجهزون عبد الله على أساس العلاج خارج المملكة وهي زراعة أمعاء. جيد. متى راح يكون إن شاء الله؟ والله في أقرب وقت ممكن، الآن تجهيز أوراق وبس في مستشفى الحرس، تجهيز اللي هي شو اسمه الفيزا والأوراق كلها جميعها. الفيزا والأوراق في المستشفى، واللي هو شو اسمونه الريبورت حقه كلينيك في أيام القادمة إن شاء الله، خلال اليومين الجاية إن شاء الله يكون كل شيء خالص إن شاء الله. وحالته له 6 سنوات أبو عبد الله؟ نعم 6 سنوات في مستشفى الحرس من ولاده. من ولاده. من ولاده. وإن شاء الله بإذن الله أن العلاج مضمون بمشيئة الله عز وجل، طبعًا بعد مشيئة الله عز وجل. بإذن الواحد الأحد ما دام فيها محمد بن سلمان أمير الإنسانية إن شاء الله بعد الله كل شيء مضمون. احنا سعيدين حقيقة في هذا الخبر، وسعيدين حقيقة انه حالة عبد الله راح تتحسن. الحمد لله الحمد لله.
الحمد لله. الصراحة ودي أقول كلمة للأمير محمد بن سلمان، أقول محمد إحنا صبرنا 6 سنوات وتعبنا مع أم عبد الله، أنا أم عبد الله، لكن الموافقة السريعة من محمد بن سلمان، من الوالد محمد بن سلمان، أعتبر الوالد ابن محمد بن سلمان ما قص الصراحة، فرحنا كثير كثير. يعني التعب 6 سنوات هذا راح بيوم، يوم الجمعة العصر يوم بلغون مكتب الأمير الصراحة كل شيء راح، وكان الأمير مطلع من زمان على حالة ابني وكثر الله خيره، وأقول أبو سلمان وفيت وكفيت وما قصرت، وهذه عدد شيوخنا، هذه عدد شيوخنا كثر الله خيرهم. احنا سعيدين لك حقيقة، ولأم عبد الله كذلك نوجه لها التحية والتقدير، ونوجه التحية كذلك لعبد الله، وإن شاء الله بإذن الله نشوفها بكامل الصحة والعافية يا رب يا كريم، ورجع إن شاء الله سالم وعلى. إن شاء الله بإذن الله واحد إلى أحد، وإن شاء الله نتقابل معك مرة ثانية بعد ما نجي من ألمانيا إن شاء الله. إن شاء الله تجي أنت وياه إن شاء الله بإذن الله واحد إلى أحد، يرحم والديك. وأحب أشكر شخصكم الكريم اللي تحت الفرصة وقناة إخبارية، الله يوضح هذا واجبنا، يرحم والديك، يرحم والديك ما قصرت. ألف شكر على حضورك، وألف شكر حقيقة لولي العهد نائب الملك الأمير محمد بن سلمان حفظ الله على هذه المبادرة، وعلى اطلاعه على التقارير، وعلى اطلاعه كذلك السريع، ردة الفعل السريعة هذه حقيقة نشكرك عليها الشكر الجزيل، لأنه الرجل بحاجة مثل ما شفتوا، وكذلك ابنه بحاجة، والأم كذلك كانت 6 سنوات تعاني، والحمد لله رب العالمين. احنا سعيدين مرة ثانية نقولها، صدقني أنا سعيد جدا وكأنها لنفسي. الله يسعدك يا رب، ما قصرت، الله يسعدكم، ما تشوفون شر. مشاهدينا إلى القضية، في خطوة تسعى من خلالها هيئة الغذاء والدواء لإبراز دورها في ضمان سلامة غذاء الحجاج والتأكد من مأمونية أدويتهم وسلامة كفاءات الأجهزة والمنتجات الطبية التي يستخدمونها، فقد وضعت الهيئة خطة متكاملة لموسم الحج تتضمن تكثيف الدور الرقابي في المنافذ الجوية والبحرية والبرية وزيادة الحملات التفتيشية للمنشآت الغذائية، إضافة إلى المشاركة مع أمانة العاصمة المقدسة وأمانة منطقة المدينة المنورة في الحملات الرقابية للكشف على المطابخ والمطاعم ومراكز التسوق ومستودعات الأغذية. كما خصصت هيئة الغذاء والدواء جزءا كبيرا من نشاطها خلال موسم الحج لتوعية ضيوف الرحمن في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة بالطرق المثلى للوقاية من التسمم الغذائي والأمراض التي ينقلها الغذاء، وتقديم نصائح لحفظ الدواء وضمان فعاليته واستخدام الأجهزة والمنتجات الطبية، بالإضافة إلى الحملات التوعوية في مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيع منشورات توعوية على الحجاج في المطارات وتوعية العاملين في المنشآت الغذائية والطبية من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام. بدر بن مشعل للاستديو الإخبارية الريح. طبعا مشاهدينا للحديث أكثر عن دور هيئة الغذاء والدواء فيما يتعلق بحج هذا العام مع الأستاذ موسى الفيفي، وهو مقرر لجنة الحج في الهيئة العامة للغذاء والدواء. حياك الله أستاذي. الله يحييك، سعيد موجود معكم أستاذ موسى. يعني خلنا نبدأ أول شيء في التخطيط، الخطة اللي تملكونها الآن فيما يتعلق بموسم هذا العام، موسم حج هذا العام. إحنا نعرف أنه كل موسم في تحدي جديد، في أعداد تزداد، في توسعة وما إلى ذلك، الكل يعمل، كل الجهات تعمل بشكل كبير جدا وتنسيق مستمر مع بعض. عندكم خطة؟ هذا مؤكد نبغى نعرف حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما تفضلت، من المؤكد الهيئة وبقية الجهات الحكومية لديها خطط استباقية قبل موسم الحج بفترات كافية، والهيئة إحدى الجهات الحكومية التي لديها خطط مشاركة في الحج، تتضمن العديد من البرامج التي تشارك فيها الهيئة وتقدمها خلال موسم الحج. فخلال هذا العام إن شاء الله، وبتوجيه من معالي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، هناك أعدت لجنة الحج خطة تتكون من 6 برامج تقريبا، نستعرضها بشكل سريع، وهي عبارة عن التفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية في المنافذ باختلافها جوية وبرية وبحرية.
كذلك أيضا هناك البرنامج التفتيش الصحي على المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة العاصمة المقدسة بمكة المكرمة. جميل. أيضا البرنامج الثالث يتضمن التفتيش الصحي على المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة المدينة المنورة. جيد. كذلك أيضا لدينا برنامج يتخصص في إجراء الدراسات الميدانية على المنشآت الغذائية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى برنامج التفتيش الصحي على المسالخ الواقعة بمشعر منى بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية. جميل. والبرنامج السادس والأخير وهو البرنامج التوعوي لهيئة الغذاء والدواء خلال موسم الحج. هذا بشكل مختصر البرامج التي تضمنتها الخطة لهذا العام لمشاركة الهيئة. جميل. هي الخمسة الأولى من البرامج تفتيش، خلنا نتكلم أول شيء عن التوعية. أنا ودي نعكسها، نروح للبرنامج السادس. التوعية دائما نعرف أنه لابد أنها تبدأ قبلها بوقت يعني كافي، هذا واحد. اثنين، نعرف أنه الجنسيات مختلفة، اللغات مختلفة، الثقافات مختلفة، الكل يأتي إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة بثقافات مختلفة، وصعب جدا التواصل معهم والتفاهم معهم. هل وضعتوا هذا الشيء بالحسبان؟ نعم، الهيئة العامة للغذاء والدواء عادة تحرص على الاستفادة من السنوات السابقة ومشاركاتها السابقة في تطوير برامجها التوعوية خلال موسم الحج. فالخطة التوعوية عادة تبنى على محاور رئيسية تتمثل في اللي هي التعريف بالسبل والطرق المثلى للاستفادة من تواجد الحجاج وتعريفهم بسلامة الأغذية ومأمونية الأدوية، الطرق السليمة لتناول الأغذية وحفظها، كذلك الأدوية والمنتجات الطبية، بالإضافة إلى سعي الهيئة إلى رفع مستوى الوعي الحجاج والسلوكيات الممارسة التي يمارسونها خلال موسم الحج. جميل. أعدت الهيئة خلال هذا الموسم عدد من البرامج التوعوية تتمثل في إنشاء مراكز توعوية في المطارات لاستقبال الحجاج الخارج. أيضا عملت على إعداد حقائب توعوية تتضمن برامج توعوية بعدة لغات مختلفة بناء على خبرات الهيئة السابقة في أعداد الحجاج والجنسيات واللغات والنسبة والتناسب، صحيح، سواء اللغة الإنجليزية أو أيضا الفرنسية أو الأردو أو اللغات الأكثر تواجدا خلال مواسم الحج. جميل. من خلال هذه البرامج أيضا سعت الهيئة إلى تطوير مشاركتها التوعوية خلال هذا العام، حيث أطلقت الهيئة ودشن معالي الرئيس التنفيذي للهيئة خلال شهر رمضان الماضي برنامج غد التطوعي. هذا البرنامج، نبذة بسيطة عن هذا البرنامج، هذا البرنامج عبارة عن برنامج توعوي يتيح منصة إلكترونية لجميع المتطوعين لفتح مجال العمل التطوعي التخصصي تحديدا في مجالات عمل الهيئة سواء الغذاء أو الدواء أو الأجهزة الطبية. وكانت الفكرة من انطلاق هذا البرنامج هو تحقيقا أيضا لمحور وارد في رؤية الهيئة 2030 وهو وطن طموح ومواطن مسؤول، فالذي يهدف هذا الدور إلى تعزيز دور الشباب في تنمية هذا البلد. فمن هذا المنطلق رأت الهيئة إمكانية فتح المجال التطوعي في المجالات التخصصية التي تختص فيها الهيئة، فأطلقت بوابة إلكترونية من خلالها يمكن للمتطوعين تقديم بياناتهم الشخصية والتخصصية عبر موقع الهيئة، وبالتالي أيضا الاستفادة منهم ومشاركتهم للهيئة في البرامج التوعوية. فعلى سبيل المثال هذا العام لدينا تقريبا 50 متطوع ومتطوعة سيشاركون في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وأيضا مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى صالات استقبال الحجاج بمطار الملك عبد العزيز أيضا. نهدف خلال هذا العام إن شاء الله إلى تحقيق ما يقارب 4200 ساعة عمل تطوعية ميدانية
يقوم هذا الفريق بشكل أساسي بتحقيق النقطة التي تطرقت لها وهي تعدد اللغات، حيث يقوم هذا الفريق بعملية استبيان أو تواصل مع الحجاج القادمين، معرفة مستوى الوعي لدى هؤلاء الحجاج، معرفة نقاط التي نحتاج إلى تطوير الحاج فيها، ثم من خلال هذا الفريق يتم صياغة برامج، صياغة رسائل توعوية يتم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الجوال لهؤلاء الحجاج للاستفادة منها إن شاء الله خلال موسم الحج. جميل، هذه إعادة توعية، ما شاء الله هو ملف دسم التوعية جدا، لكن دائما وأبدا أنا حقيقة يعني سعيد جدا بأنه فتحتوا مجال التطوع، سعيد جدا بالأرقام، تكلمنا عن 4200 ساعة تطوع، هذا أمر جيد إن شاء الله عقبال ما نشوفها مئات الآلاف إن شاء الله، وتكلمنا كذلك عن 50 متطوع متطوع وهذا كذلك أمر جيد، ونتمنى أن نشوفها بالآلاف كذلك، لأنه التطوع عندنا فيه رغبة وكذلك فيه حاجة، في حاجة عند الجهات وفي رغبة لدى المتطوعين والمتطوعات. خلنا الآن أستاذ موسى نرجع للتفتيش، أول برنامج هو التفتيش على إيش؟ البرنامج الأول هو التفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية في منافذ الدخول. طبعا هذا البرنامج يشمل منافذ دخول الحجاج إلى المملكة، سواء الجوية والمتمثلة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، بالإضافة أيضا إلى المنافذ البرية التي يدخل عن طريقها الحجاج، منها منفذ البطحة، منفذ جديدة عرعر في الشمال، وأيضا منفذ الحديثة، منفذ حالة عمار، وأيضا في الجنوب في الحدود السعودية اليمنية منفذ الوديعة. أيضا هناك ميناء جدة الإسلامي تشارك الهيئة فيه كونه المنفذ البحري الوحيد لاستقبال الحجاج خلال هذا العام. هذا يتم تفتيش اللي يجي سواء المواني أو المطارات أو حتى المنافذ البرية ولا لا؟ في تعاون مع الجمارك في هذا الموضوع ولا لا؟ في تعاون كبير جدا مع الجمارك. طبعا قبل مشاركتنا كل سنة في موسم الحج يتم التواصل مع الجمارك، تحديد المنافذ، التأكد من تواجد الجهات الحكومية في هذه المنافذ، وبالتالي استقبالها للحجاج خلال موسم الحج. جيد، هذا البرنامج الأول. الثاني، البرنامج الثاني أيضا لدينا برنامج التفتيش الصحي على المنشآت الغذائية الواقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. هذه زيارة للمنشآت نفسها وحملات تفتيشية عليها. نعم، يتم في هذا الموضوع التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة، تنسيق مباشر معهم، تحديد نقاط تواصل معهم، تحديد عدد من المنشآت، يتم التركيز بدرجة كبيرة جدا على مطابخ الإعاشة التي تقوم بتقديم وجبات صحية للحجاج، وأيضا تم توسيع النطاق ليشمل المنشآت الغذائية التي تقوم بتقديم وجبات وتكون بالقرب من سكن بعثات الحج والحملات، فنستهدف هذه المنشآت أيضا للتأكد من التزامها بتطبيق اللوائح الفنية والمواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توفرها في هذه المنشآت للحد ما أمكن من حدوث أي حوادث للتسمم الغذائي لا سمح الله خلال موسم الحج. جميل، وهذه متى بدأتوها؟ طبعا المشاركة تختلف من منفذ إلى منفذ أو من منفذ دخول إلى مشاركة تفتيش. بالنسبة للتفتيش مكة المكرمة تبدأ المشاركة تقريبا من 14 ذو القعدة وتستمر إلى 15 ذو الحجة. جميل. أما البرنامج الثالث اللي هو مشاركة في المدينة المنورة فتختلف فيه المشاركة، هذا كذلك تفتيش على المنشآت الصحية في المدينة المنورة أو الغذائية. نعم. آسف، نعم، تفتيش على المنشآت الغذائية في المدينة، المنورة. هذا البرنامج الثالث. البرنامج الثالث متى يبدأ؟ هذا البرنامج يبدأ تقريبا 11 ذو القعدة ويستمر إلى تقريبا 6 ذو الحجة. خلال هذه الفترة اللي هي وجود عدد من الحجاج اللي يريدون للمملكة ويتواجدون في المدينة المنورة قبل التوجه إلى مكة لأداء مناسك الحج، فنهدف إلى تواجدنا خلال هذه الفترة السابقة لوجود الحجاج، للتنسيق أيضا مع الأمانة والتأكد من سلامة مطابخ الإعاشة، بالإضافة إلى المنشآت الغذائية المتواجدة فيها. جميل، نروح للبرنامج الرابع.
البرنامج الرابع هو عبارة عن برنامج دراسات ميدانية كلفت فيه الهيئة عن طريق لجنة الحج المركزية تقوم بإعداد دراسات ميدانية على المنشآت الغذائية بهدف تحديد أوجه القصور فيها، بهدف توعية العاملين فيها، وأيضا العمل على زيادة البرامج التوعوية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأخرى. فعلى سبيل المثال مطابخ الإعاشة تم تشكيل لجنة مكونة من هيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بمكة المكرمة وأيضا أمانة العاصمة المقدسة ومعهد خادم الحرمين الشريفين. جميل. فريق متكامل يقوم بزيارة جميع مطابخ الإعاشة التي يزيد عددها عن تقريبا 150 مطبخ إعاشة يغذي أو يوفر وجبات بالآلاف للحجاج خلال موسم الحج، يتم زيارتها التأكد من استيفائها الاشتراطات، بالإضافة إلى تعبئة نماذج يتم من خلالها تحديد البيانات المطلوبة واستعراضها في لقاءات في ورش عمل ما بعد موسم الحج لتطوير موسم خلال موسم الحج التالي. جميل، نروح للبرنامج اللي بعده. البرنامج السادس الخامس اللي هو الخامس تقريبا، نحن عكسنا رحت للتوعية أول شيء. البرنامج الخامس اللي هو التفتيش على الأضاحي بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية. طبعا الهيئة بحكم تخصصها في مجال الغذاء وبحكم تواجد عدد من الأطباء البيطريين المتخصصين في في سلامة اللحوم، يتم زيارة أو التواجد في المسالخ الواقعة بمشعر منها قبل بدء موسم هدي الأضاحي اليوم 10، يتم التواجد فيها، يتم المساهمة في فحص الذبائح قبل بداية الموسم، استبعاد الحيوانات المريضة منها خلال مرحلة الذبح، يتم التواجد أيضا في المسالخ للتأكد من إتمام إجراءات الذبح بالشكل الصحيح، للتأكد من سلامة أيضا الذبائح. طبعا الهيئة تشارك ضمن منظومة أو مجموعة جهات تشارك ممثلة في الأمانات، في الجامعات، في الأطباء البيطريين الخاصين والمتعاقدين مع البنك الإسلامي للتنمية. فالهيئة دائما تحرص على التواجد في الأماكن التي لها دور وارتباط كبير بمجال عملها سواء في الغذاء أو الدواء أو الأجهزة الطبية. جميل. أستاذ موسى، يعني احنا شرحنا الست برامج هذه مع بعض، وحقيقة أنت اللي شرحتها ونشفت ريقك المعذرة، ولكن نبي نفهمكم أكثر. النقطة هنا كل برنامج من البرامج هذه لكم علاقة إما مع جهة أو عدة جهات أخرى، يعني الهيئة لا تسير لوحدها، وهذه بعض الأحيان قد تشكل صعوبة على الجهة وقد تشكل صعوبة عليكم أنتم. فهنا يعني وبكل شفافية، كيف كان تعاون الجهات ذات العلاقة معكم، سواء كانوا الأمانات سواء كانوا الجمارك، نتكلم عن أي جهة من الجهات ذات العلاقة، كيف كان التعاون معهم وأنتم تخططون لهذه البرامج الستة؟ التعاون طبعا لا شك أنه تعاون على مستوى عالي جدا. جميل. تعاون جميع الجهات الرقابية بالمقام الأول التي تتعلق بمجالات عمل الهيئة، بدءا من المنافذ، التعاون مع الجمارك لأنه الجمارك أول نقطة يصل لها الحاج، فبطبيعة الحال هناك تنسيق مستمر معهم في المنافذ لاستدعاء مفتشي الهيئة في حال ورود أي أغذية أو أدوية أو أجهزة طبية. ينتقل أيضا التنسيق إلى التنسيق مع الأمانات، سواء أمانة منطقة المدينة المنورة أو أمانة العاصمة المقدسة، أيضا هناك تنسيق على مستوى عالي جدا سواء خلال موسم الحج أو على مدار العام، أيضا من خلال ارتباط المهام ببعضها، من خلال اللجان المشكلة، هناك لجان مشكلة تنبثق من لجنة الحج المركزية يتم عملها واجتماعاتها على مدار العام لمناقشة الصعوبات والإشكاليات التي يمكن تجاوزها خلال موسم الحج. فبشكل عام التعاون عالي جدا وكبير مع الجهات الأخرى، وما في شك نطمح للمزيد ونطمح للمزيد خلال الفترات القادمة إن شاء الله. جميل. خلنا نتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي ودورها. احنا نعرف الآن أستاذ موسى أن إذا كانت الجهة أو المنشأة قطاع خاص أو عام كانت بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا يعني بعدها بشكل كبير جدا عن الجمهور، لأن التواصل المستمر دائما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كيف تتعاملون مع مواقع التواصل الاجتماعي وبالذات يعني أنا أرجع وأكرر لك والتحدي لأنه فعلا تحدي اللغات المختلفة الجنسيات المختلفة والثقافات المختلفة في التعامل حتى مع مواقع التواصل الاجتماعي صحيح. كيف التعامل هذا معي يعني هي فعلا فيها تحدي أنا أشوفها صحيح وسائل التواصل الاجتماعي حاليا هي لغة التخاطب للعصر سواء مع الفرد أو مع الجماعة الهيئة بلا شك لم تغفل جانب التواصل الاجتماعي تعمل على ترجمة الجهود التي يقوم فيها سواء المفتشين في المنافذ أو أيضا المفتشين على المنشآت الغذائية من عرض لجميع ما يتم إنجازه من ترجمة لجميع ما يتم التحصل عليه من الدراسات تحديد أوجه القصور صياغتها على شكل رسائل توعوية بثها أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي يمكن جزء كبير منها مخصص لحجاج الداخل أو الحجاج يمكن الناطقين باللغة العربية لكن حجاج الأجانب أو اللغات المختلفة نحاول نستهدفهم يمكن بنشرات توعوية أو لقاءات مباشرة بعد وصولهم لشرح هذه النقاط أيضا الهيئة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على التواصل مع الحجاج بشكل عام من خلال بث الرسائل التي تلامس الحاجة الفعلية جميل. فعلى سبيل المثال كيفية استخدامهم للمواد الغذائية ما هي المواد الغذائية التي ننصح باستخدامها خلال موسم الحج لتجنب أي تسممات غذائية لا سمح الله نبث لهم إرشادات وتعليمات لطرق حفظ الأدوية إذا كان مع الحاج أدوية قدم بها إلى موسم الحج زي ما احنا عارفين موسم الحج موسم ارتفاع درجة حرارة كبير تنقل الحجاج من مكان إلى مكان فمهم جدا عند الهيئة أنه يكون الحاج على وعي وإدراك بكيفية حفظ أي مادة غذائية ينقلها معه أو أي دواء أو جهاز أو منتج طبي حتى ينقلها معه فهذه زي ما قلت أنه نحاول نترجمها قدر المستطاع على وسائل التواصل الاجتماعي باختلافها وبتعدد أنواعها جميل هو الحساب يبقى هو حساب الهيئة نعم حساب الهيئة الرسمي سعودي أندرسكوير FDA في جميع وسائل سواء تويتر أو إنستغرام أو موقع الويب سايت الهيئة جيد الآن نجي للنقطة المهمة أستاذ موسى وهي عملية التبليغ سواء كان لمنشآت غذائية سواء كان لمنشآت صحية أي شيء يتعلق بالهيئة أو حتى أنه الهيئة ما لها علاقة فيه حتى توضح للشخص المبلغ بأنه ما لنا علاقة فيه الجهة الفلانية هي اللي لها علاقة في هذا البلاغ اللي أنت راح تقدمه فالآن كيف الشخص ممكن يتواصل معكم سبل التواصل حتى نحطها في أسفل الشاشة وحتى أنه يعرفونها الناس أنه تعرف موسم الحج موسم يحتاج إلى تعاون بين الجهات ذات العلاقة وكذلك المواطنين والمقيمين المتواجدين في أي مكان صحيح. فكيف طريقة التواصل معكم للتبليغ؟ التواصل طبعا يتم إما مباشرة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ويرسل مباشرة البلاغ للهيئة بعدها تقوم الهيئة بتحويل البلاغ والتنسيق مع سواء الجهة المعنية اللي هي عادة ما تكون الأمانات في المناطق أو مكة المكرمة والمدينة المنورة بالذات أيضا يمكن توجيه البلاغات عبر الاتصال المباشر بمركز الاتصال الموحد بهيئة الغذاء والدواء 149 هذا الرقم هو الرقم الموحد 149 نعم حطولنا يا شباب تحت الشاشة الله يسعدك للتواصل مع الهيئة والتبليغ أو الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من أي منشأة غذائية يتم مباشرتها سواء عن طريق مفتشي الهيئة المتواجدين حاليا أكثر من 50 مفتش متواجد حاليا في المكة والمدينة أو تمرير هذا البلاغ إلى مفتشي أمانات المناطق مكة والمدينة المنورة تقريبا كم يأخذ البلاغ من وقت أستاذ موسى من التبليغ وحتى الوصول أو وصول المفتش إلى المنشأة تقريبا كم يأخذ ما في وقت محدد احنا البلاغ يباشر مباشرة من تاريخ ورود البلاغ سواء للهيئة إذا كان اختصاص الهيئة لكن إذا كان اختصاص الأمانة يحال مباشرة للأمانة والأمانة عندهم طوارئ الأمانة لهم رقم خاص بطوارئ الأمانة يعملون على مدار 24 ساعة فالتعامل مع البلاغ يختلف قد يكون المنشأة الغذائية مطابق إعاشة قد تكون منشآت مغلقة وقت الزيارة
فما نقدر نحدد وقت معين، لكن اللي نقدر نضمنه للمبلغ انه التجاوب راح يكون باسرع وقت ممكن من وقت البلاغ. جيد. فيما يتعلق استاذ موسى بجهودكم اثناء الحج والتعاون الكبير جدا بينكم وبين الجهات ذات العلاقه، تخطيطكم لموسم الحج لهذا العام او للعام حتى المقبل يتم قبلها بثلاث اشهر ولا قبلها بستة أشهر ولا مثل باقي الجهات قبلها بسنة؟ طبعا الهيئة انتهجت نهج منذ سنوات وهو عبارة عن يتمثل في تشكيل لجنة مختصة داخل الهيئة بشؤون الحج وأمور الحج. هذه اللجنة ترتبط وتتابع مباشرة من معالي الرئيس التنفيذي. تقوم هذه اللجنة بعد موسم الحج من أي عام بمراجعة ما تم خلال موسم الحج، بتدوين الملاحظات التي تم رصدها، أيضا برفع التقارير الخاصة بذلك سواء للجهات المعنية أو التواصل معها فيما يخص هذا الموضوع. فيما يخص الخطة الحج بالتحديد، تبدأ الهيئة يعني كحد أقصى في جماد الأولى بالإعداد لموسم الحج. من خلال تحديد البرامج، من خلال التواصل مع الجهات المعنية المتمثلة في الجمارك كتحديد عدد المنافذ التي سيرد عن طريقها حجاج سواء البر أو الجو أو البحر. أيضا يتم التنسيق مع الأمانات مباشرة للحصول على أعداد المنشآت الغذائية، أعداد مطابخ الإعاشة المعتمدة كمطابخ لتقديم وجبات خلال موسم الحج. فبعد إعداد هذه الخطة يتم العمل ومتابعة متابعة وتيرة العمل إلى أن يبدأ الموسم لدينا. الموسم لدينا يختلف باختلاف المنفذ، فلدينا مثلا نبدأ من منتصف شوال تقريبا مشاركة مفتشي الهيئة في الشحن الجوي بمطار الملك عبد العزيز بجدة وأيضا مطار المدينة المنورة. خلال الفترة هذه يرد الشحنات من خارج المملكة للمستشفيات الميدانية التابعة لبعثات الحج، فنتواجد اعتبارا من 15 شوال. في المنافذ أو المطارات الجوية نتواجد اعتبارا من 1 ذي القعدة. في الأمانات أيضا نتواجد باختلاف الأمانة، من نحرص أنه خلال ذي القعدة نكون متواجدين سواء بداية الشهر أو منتصف الشهر. فالمتابعة والتخطيط لموسم الحج يبدأ باكرا حتى أننا نستفيد من تجارب السابقة، نطور الأداء خلال موسم الحج. جميل. بالإضافة إلى أنه يعطينا مساحة أكبر لإضافة أي برنامج جديد ممكن أنه يضاف خلال موسم الحج. جميل. سؤال مهم أستاذ موسى كذلك فيما يتعلق بضبط إما أغذية أو أدوية أو أجهزة من أحد الحجاج القادمين سواء من المنافذ البرية البحرية أو الجوية، هل يتم ضبطه والاحتفاظ فيه حتى يعود إذا كان مش ممنوع؟ إحنا نتكلم عن الأشياء المسموح فيها ولكن ممنوعة من قبلكم أنتم كمواصفات ومقاييس، أو أنها يتم إتلافها أو يتم الاحتفاظ فيها إلى وقت معين، ما هو الإجراء هنا؟ هنا في آلية، طبعا الهيئة اعتمدت آلية محددة في فسح الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية بالمنافذ. طبعا الآلية هذه ممكن تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يخص الأغذية. طبعا نعرف جميعا أنه نقطة وصول الحاج هو موظف الجمارك. يقوم موظف الجمارك بتفتيش أمتعة الحاج، في حال وجود أي أغذية تحديدا يتم استدعاء مفتش الهيئة، يتم اللي هو الكشف على هذه الأغذية. يتم التأكد وفحصها ظاهريا، في حال وجود أي مخالفات عليها يتم رفضها من خلال نماذج محددة وتسلم للجمارك. يتولى الجمارك عملية إتلاف هذه الأغذية لأنه معظم المواد الغذائية صلاحيتها وتخزينها وندخل في إشكاليات تسممها. الجزء الثاني وهو ما يخص الأدوية والأجهزة الطبية. الأدوية والأجهزة الطبية ترد على 3 فئات. الفئة الأولى إما أنها تكون خاصة ببعثات الحج أو مكاتب الحج. النوع الثاني إما يكون مرافق لبعثة الحج ويكون مع طبيب الحملة.
النوع الآخر أو الأخير الثالث وهو ما يكون بحوزة الحاج، هذه طبعا في حال وجودها مع أي حاج يتم تفتيشها، يتم استدعاء مفتش الهيئة، تفتش من الموظف المختص بالهيئة. في حال رفض هذه الأغذية أو الأدوية والأجهزة الطبية، سواء لوجود ادعاءات مخالفة عليها، لمخالفتها للإشتراطات والمتطلبات السعودية بهذا الشأن، سواء أنها أدوية خاضعة لرقابة معينة أو الأدوية المخدرة أو ما إلى ذلك، هذه يتم تنظيمها إما بمنعها وتسلم بعد ذلك للجمارك ليتولى استكمال اللازم بشأنها، أو إذا كانت أدوية أو منتجات طبية يمكن أنها تدخل مع الحاج ولكن بتنظيم خاص. ماذا نقصد بتنظيم خاص؟ نقصد بتنظيم الخاص أنه بعض الحجاج قد يكون يحتاج إلى نوع من العلاجات سواء المخدرة أو الأدوية الخاضعة للرقابة، ولكن الكميات الواردة مع الحاج تكون كمياتها كبيرة جداً، فهنا يقوم المختص بحساب الكمية الفعلية لتواجد الحاج بناء على المستندات الموجودة مع الحاج، يتم تحديد الكمية والاحتياج الفعلي للحاج، تترك للحاج والكمية المتبقية يتم حجزها في المنفذ وتسلم للجمارك لإكمال اللازم بشأنها. جميل. أستاذ موسى أنا أشكرك الشكر الجزيل على المعلومات اللي قدمتها، ونشكر الهيئة لاختيارك مقرر للجنة الحاج، ما شاء الله تبارك الله لديك من المعلومات الكم الهائل ما شاء الله تبارك الله، فيعطيك العافية على القدوم وعلى المعلومات. شكرا الله جزيلا. يعافيكم وسعيدين بتواجدنا معاكم شكرا جزيلا. الله يحييك. الله يسعدك. مشاهدينا نتكلم اليوم في صوت المواطن عن أصغر هكر سعودي، نتكلم عن هذا الصغير في السن الكبير في الإبداع بعد التقرير. المبدع الصغير بدر الغامدي أو كما لقبه الدكتور عبدالله المغلوث أصغر مخترق في المملكة. أثناء زيارة الدكتور عبدالله المغلوث لجمعية ارتقاء الخيرية المتخصصة بجمع الحواسب الآلية المستخدمة وإعادة تأهيلها ثم توزيعها مجدداً، اكتشف موهبة مميزة من مواهب هذا البلد المعطاء بدر الغامدي. وما أثار إعجاب الدكتور أن بدر لم يتجاوز 11 من عمره، وعندما سأله عن قصته أجابه بدر أنه منذ 5 من عمره وهو مطلع في التقنية وأساليبها، بل تعلم اختراق بعض المواقع عن طريق المنصة الشهيرة اليوتيوب. وحينما اكتشف والده اهتمامه الكبير بالتقنية عمل على تسخيرها إيجابا، فحرص أن يشغل وقت فراغه في الصيف ويستثمر موهبته بإلحاقه بجمعية ارتقاء للتعلم والاستفادة من خبراتها والمهندسين العاملين فيها. وبفضل ذلك تحول اليوم فضول بدر إلى منتج يستفيد منه المئات في أرجاء المملكة. صالح شميمري، استوديو الإخبارية. مشاهدينا الأعزاء، أصغر هكر سعودي هو حبيبنا بدر الغامدي، حياك الله بدر. أنا والد بدر معك. معنا أبو بدر. أجل أول شيء أبو بدر حياك الله. الله يحييك ويبارك فيك. بدر شكله زعلان علينا ولا لا يا أبو بدر؟ والله بدر كان موافق إلى أمس، لكن سبحان الله يعني هو يبدو أن الرجل زعل علينا على في آخر لحظة، لكن لا 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 لكن بلغ تحياتنا وبلغ أنه إحنا فخورين فيه، هذا أكيد. ودنا حقيقة أن نعرف بعض المعلومات، يعني من ضمنها أنه أول شيء بدر كم عمره؟ بدر الآن طالع سادس ابتدائي، يعني 11 سنة. بارك الله ما شاء الله. يعني كيف اكتشفت فيه، لأنه أنت أكيد مكتشف الموهبة، فكيف اكتشفت فيه أبو بدر أن هذا الطفل يمتلك موهبة، يمتلك هذه الموهبة تحديدا وهي اختراق المواقع وعملية إعادة تهيئة الأجهزة والبرمجة؟ يعني هذا شغل ناس أعمارهم بالثلاثينات. يعني احنا حقيقة اكتشفنا الشيء ذا يعني بطريقة صعبة. يعني احنا كنا حاطين برنامج، أعطيك مثال، يعني كان في برنامج كاسبر سكاي على الجهاز حقهم يحدد لهم الوقت اللي يفتحوا فيه الجهاز، وفجأة يعني اكتشفت انه بدر يستخدم الجهاز في غير الوقت المحدد، فيعني جاني شيء من الاستغراب، يعني تعال شو القصة؟ طلع انه دخل على الموقع
على الادمنستريتور اكاونت وغير الباسورد وزود الساعات حقته يعني. فوقتها يعني بدأنا نشوف ان الرجال يعني شويه ادفانس علينا احنا يعني في البيت. جميل. ويعني بعض التكريك لبعض الالعاب والشغلات زي هذه، وزي ما قلت لك يعني يوتيوب، يفتح اليوتيوب ويقرا في اليوتيوب كيف تسوي كذا، علم انه انجليزيته ضعيفه يعني، لكن كان يعني كوبي وبيست، يقرا ايش مكتوب ويحطها يعني. حقيقه ما كان في عندنا يعني القدره يعني ان احنا نقدر نفيده ونعلمه نوجهه بالاحرى الى شيء افضل من الكلام هذا، الين وجدنا يعني الجماعه في ارتقاء، وكانوا يعني صراحه منصه انطلاقه جيده بالنسبه له يعني. جميل. الان يعني هو انا كان بودي اساله حقيقه هذا السؤال، بس بسالك هي واذا كان موجود بجنبك اساله. طيب وش طموح؟ ليش ما خليه يكلمكم؟ عطنا يعني بنسمع صوته احنا. تعال طيب ما يبغى. طيب تفضل يا عزام. طيب اجل خليه على السبيكر، خليه يسمع سؤالي. تعال خليه يسمع سؤالي. يسمعني الان؟ اي نعم يسمعك. بدر اول شيء ترى ما في شيء يعني يجبرك انك تخجل مننا، احنا ناس فخورين فيك ودنا نسمع صوتك، وكان ودنا كذلك ان نشوفك، وهذا كان الترتيب، لكن انت يبدو انك زعلت علينا ولا تبينا. لكن عموما انا بودي حقيقه ان ابلغك عن كل المشاهدين انه احنا جدا فخورين فيك، جدا سعيدين فيك، ونبغى لك الافضل، ونبي ندعمك في طموحك حتى تكون افضل، وتكون انت يعني احد المحققين لرؤيه 2030. فاحنا فخورين فيك كثير يا بدر. شكرا لك. الله يعافيك ابو بدر. كم طلب طموح بدر؟ وشو بعد 5 سنوات؟ وش بيصير بعد 10 سنوات؟ بعد 15 سنة؟ والله يا ابن الحلال انت يعني شوف حواليك الان، انت شايف الان الدول يعني شلون تجند يعني الان صارت الحروب كلها عن طريق الانترنت. صحيح. والهاكين. صحيح. والهجوم والهذا. بلدنا بحاجه ان احنا يعني نخلق جيوش للدفاع عن هذا البلد يعني. فعلا. وهذول الناس اللي عندهم المواهب هذه حقيقه افضل ناس البلد تستثمر فيهم يعني، بحيث انه للاسف ما في شيء موجود الحقيقه، ما في شيء موجود الان على الساحه يعني ارتقاء جمعيه جيده وتعلم يعني اشياء كثيره في ارتقاء واختلط بناس، لكن ما هو هذا اللي احنا نبغاه يعني، نبغى شيء جميل يستفيدوا منه في جميل. مجالات اكثر من كذا بصراحه يعني، لانه هذا الوضع يعني. احنا نشكرك كثير ابو بدر على مشاركتك معنا اليوم، ونشكر بدر كذلك على المشاركه الخجوله شوي، وان شاء الله باذن الله انه يكون عندي في الاستديو في يوم من الايام. يعطيك العافيه وشكرا جزيلا. مشاهدينا بكذا وصلنا لنهايه جولتنا وحلقتنا لهذا اليوم، كنت معكم انا عزام العبيد، دمتم بحفظ الله ورعايته، الى اللقاء.